تحية طيبة للمشاهدين الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج الذي خصصنا له عنوان عندما يكتب المغاربة، لمناقشة مجموعة من الكتب لكتاب مغاربة معروفين أو مغمورين. نرى بأنه من الواجب تسليط الضوء على الأفكار التي جاءوا بها أو الاجتهادات التي قدموها فيما يتعلق بقضايا وطنية أو بقضايا دولية أو بقضايا إسلامية أو عربية أو مرتبطة بالاهتمامات التي يهتم بها المغاربة على وجه العموم أو على وجه الخصوص. في هذه الحلقة الأولى اخترنا أن نقدم قراءة في كتاب نحن والصين، الجواب على التجاوز الثاني، لمؤلفه الأستاذ والدكتور فتح الله العلو. في هذه الحلقة سنقسم النقاش إلى 3 محاور أساسية. المحور الأول نتحدث فيه عن مضامين الكتاب، والمحور الثاني نقدم فيه بعض التعليقات أو التعقيبات على مضامين الكتاب، والمحور الثالث نخصصه لآفاق الكتاب إن على المستوى الراهني وإن على المستوى المستقبلي. نبدأ بأول محور المتعلق بمضامين الكتاب. الكتاب كتاب نحن والصين للدكتور فتح الله العلو ناقش فيه مجموعة من القضايا المرتبطة بهذه العلاقة بين المغرب كدولة وكمجتمع، وبالخصوص بين المغرب كدولة والصين. ولكن ليصل إلى مناقشة هذه العلاقة في خصوصيتها، يعني علاقة الصين بالمغرب وعلاقة المغرب بالصين، انطلق من العام إلى الخاص. على المستوى العام ناقش علاقة الصين مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية، علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي، يعني علاقة الصين بالمنتظم الدولي عموما. ثم كذلك بعد ذلك ناقش علاقة الصين بإفريقيا، ثم علاقة الصين بالوطن العربي، ثم علاقة الصين بالمغرب العربي، لينتقل في نهاية المطاف إلى مناقشة علاقة الصين بالمغرب على وجه الخصوص. الملاحظ من خلال قراءة فصول الكتاب أن الكتاب ينطلق من مسألة أساسية، وهي أن هذه العلاقة كانت في البداية علاقة سياسية، أو لنقل يطغى عليها ويغلب عليها الجانب السياسي، ولكن بعد ذلك أصبحت علاقة يطغى عليها ويهيمن عليها، أو المعتبر فيها أساسا هو الجانب الاقتصادي، وذلك مرتبط بالمسار الذي اتخذته الصين في تحولها. لأن الصين بدأت إمبراطورية، والدول الإمبراطورية هي أول ما عرفت من خلاله الصين ما يسمى بالدولة، أو الدولة في مفهومها الدقيق. ثم بعد ذلك تحولت الصين من إمبراطورية إلى دولة تتلمس بعض جوانب الحداثة، يعني ما يمكن أن نسميه بالتحديث الصيني. ثم بعد ذلك جاء التحول مع ماو تسي تونغ ورفاقه، وأصبحنا نتكلم عن صين جديدة، صين شعبية، أو ما يسمى بالثورة الشعبية في الصين. التحول الرابع الذي وقع في الصين هو التحول المرتبط بالانفتاح الاقتصادي مع دينغ شياومينغ. إذن هناك الإمبراطورية، هناك التحديث، وهناك الثورة الشعبية مع ماو تسي تونغ ورفاقه شو إن لاي وغيره. ثم كذلك هناك الانفتاح الاقتصادي مع دينغ شياومينغ. إذن علاقة الصين بهذه الدول، لما كنا نتكلم عن الثورة الشعبية وعن حركة ماو تسي تونغ، كانت العلاقات تطغى عليها الجوانب السياسية. بعد الانفتاح الاقتصادي، ثم بعد ذلك، يعني بعد النهضة الاقتصادية التي عرفتها الصين، أصبحت العلاقة بالصين علاقة يعني متأثرة بالجوانب الاقتصادية، أو تطغى عليها الجوانب الاقتصادية بشكل أكبر مما هو الجوانب السياسية. إذن هذه النقطة المشتركة بين علاقة يعني عند الصين في علاقتها بكل هذه المجالات الجيوسياسية، لا العالمية
ولا الإفريقية ولا العربية ولا المغاربية ولا علاقة الصين بالمغرب. كذلك من الجوانب المهمة التي ناقشها فتح الله العلو بعد أن حدد علاقة الصين بهذه العوالم وكلها ينتمي إليها المغرب، المغرب ينتمي إلى العالم وله علاقة بالاتحاد الأوروبي وله علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب كذلك ينتمي إلى القارة الإفريقية، والمغرب ينتمي إلى الوطن العربي، والمغرب ينتمي إلى المغرب العربي. إذن قبل أن نناقش علاقة المغرب بالصين يجب أن نناقش علاقة المغرب بهذه المجالات الجيوسياسية، وهذا ما فعله فتح الله العلو. ولذلك نرى بأن الدكتور والعلو هنا يقول بأنه لمناقشة علاقة المغرب بالصين لا بد من استحضار الكل، لأنه لا جزء إلا في إطار الكل، والكل هو علاقة المغرب بباقي المجالات الجيوسياسية الأخرى. بعد هذه العملية انتقل الدكتور فتح الله العلو إلى مناقشة علاقة المغرب بالصين على وجه الخصوص، وهذه العلاقة فيها مجموعة من القواسم المشتركة التي ذكرها الدكتور فتح الله العلو في هذا الكتاب، كتاب نحن والصين. أول يعني هذا المشترك أو أول هذه المشتركات هو المشترك المتعلق بالقدم في التاريخ. يعني المغرب هو دولة قديمة في التاريخ وعريقة ولها جذور ممتدة في التاريخ، وكذلك الصين، لدرجة أن الرحالة ابن بطوطة تحدث عن الصين كدولة في رحلاته، ولدرجة أن مؤرخين آخرين هم من عائلات صينية تحدثوا كذلك في القرن 12 على الدولة المرابطية في المغرب. إذن هناك نوع من الاهتمام القديم، هناك اهتمام قديم. ثاني مسألة مرتبطة كذلك بالمسألة التاريخية هو أن الصين هي إمبراطورية، يعني في هياكلها السياسية والإدارية هي ذات بعد إمبراطوري، كذلك المغرب يعني دولة إمبراطورية منذ القدم، لا على مستوى السلطة ولا على مستوى الإدارة ولا على مستوى تدبير المعاش. هناك نوع من التشابه تحدث عنه فتح الله العلو في هذا الكتاب. المسألة الثالثة هو العلاقة السياسية الحديثة، حتى هي متقدمة جدا، يعني لم تكن متأخرة بل هي متقدمة. 1958 المغرب كان من الدول الأولى أو الدول العربية الأولى التي اعترفت، يعني يمكن أن نتكلم عن الجيل الأول من الدول العربية التي اعترفت بالصين كدولة حديثة بعد ثورة ماو تسي تونغ. هذا كذلك من الأمور المهمة التي ركز عليها فتح الله العلو في هذا الكتاب. المسألة الرابعة هي المتعلقة بالعلاقة بإفريقيا، هو أن المغرب له علاقة بإفريقيا والصين لها علاقة بإفريقيا وتطمح إلى أن تتعزز هذه العلاقة بإفريقيا. ليس المغرب والصين فقط، وإنما هناك دول متعددة من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي، بعض دول أمريكا اللاتينية، تركيا، روسيا وغيرها من الدول الأخرى التي تطمح إلى أن تعزز علاقاتها بإفريقيا. إذن من شأن العلاقة بين المغرب والصين أن تعزز وجودهما معا في القارة الإفريقية، وأن يحدث بينهما تعاون على مستوى التواجد في القارة الإفريقية، وأن يحدث بينهما نوع من التنسيق ونوع من البحث على المشترك في العلاقة بإفريقيا. لذلك ركز فتح الله العلو كذلك على هذه النقطة. النقطة الخامسة والنقطة المهمة جدا 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 وهي مسألة الوحدة الترابية. الصين تعاني من بعض مشاكل الوحدة الترابية، ومن أهم هذه المشاكل وأخطرها على الصين والتي ترى بأنها تشكل عرقلة في مسارها السياسي والاقتصادي وغير ذلك من المسارات المرتبطة بتطور الصين في تاريخها، هي مسألة تايوان وغيرها من المسائل الأخرى التي استطاعت الصين الخروج من مشاكلها وأزماتها بحلول خاصة، مثلا قضية هونغ كونغ أو قضية ماكاو.
إذن الصين في وحدتها الترابية تفهم ما معنى أن يكون عندك إقليم فيه مشكل، وأن تكون مستهدفا أنت كدولة من قبل قوى أجنبية تستهدفك في ذلك الإقليم. إذن في هذه المسألة هناك نوع من المشترك بينها وبين المغرب، الذي يعاني رغم أنه في الحق هناك بوادر انفراج وحل سياسي قريب إن شاء الله انطلاقا من الخطة التي يقترحها المغرب والتي يسميها بمخطط الحكم الذاتي، إلا أن المغرب حقا يعاني من هذا المشكل لأنه مستهدف به من طرف قوى أجنبية يعني تستفيد من استهداف المغرب بهذا الموضوع. والصين كذلك عندها نفس المشكل. إذن عندما يجلس المغرب والصين على الطاولة، تتحدث الصين عن مشاكل الوحدة الترابية ويتحدث المغرب عن مشاكل الوحدة الترابية، نجد هنالك نوعان من التفاهم لأن كلا البلدين يعاني من هذا المشكل. إذن هذه النقطة الخامسة في المشتركات. كذلك ما يشمل باقي الدول يشمل المغرب. العلاقات كانت في البداية علاقات سياسية، ليست علاقات ودبلوماسية، ليست علاقات اقتصادية من درجة أولى. ثم بعد ذلك بعد النهضة الصينية وتحول الصين وانفتاح الصين، ثم النهضة فيما بعد الاقتصادية الصينية، أصبحنا نتحدث عن نوع جديد من العلاقة، يعني عن علاقة اقتصادية. هذه العلاقة الاقتصادية فتح الله العدو يرصدها بأنها كانت في البداية ضعيفة، ثم انتقلت إلى أن أصبحت متقدمة شيئا ما، ليس بالشكل الذي يرجوه فتح الله العلو في هذا الكتاب، ولكن أصبحت متقدمة. ولكن الانعطاف والانبتاق في العلاقة الاقتصادية هو الذي حصل بالزيارة الملكية في 2016 للصين. هذه الزيارة جاءت بمجموعة من الاتفاقيات التي تعاون فيها المغرب مع الصين أو تعاونت الصين معه، يعني تعاون متبادل بين البلدين، شملت مجموعة من المجالات: الحوار السياسي، الشراكة الاقتصادية، التعاون الأمني، العلاقات البشرية. إذن مجموعة من المجالات أصبحت مشمولة بهذا التعاون، الذي يقول فتح الله العلو بأنه شكل انعطافة في تاريخ العلاقة بين المغرب والصين. حكم فتح الله العلو كمتخصص في الاقتصاد وكمتخصص في الاقتصاد السياسي، فتح الله العلو يقول بأن هذه العلاقة لا زال أمامها مجموعة من الآفاق التي يجب أن تطمح إليها، يعني أنه يقول بمزيد من التعاون بين المغرب والصين. إذن هذه هي أهم الأفكار التي تناولها الكتاب دون أن نخوض في التفاصيل. على المستوى العام هذه الأفكار التي تناولها هذا الكتاب. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة المرتبطة بكيف نقيم هذا الكتاب، وكيف نعلق عليه، وكيف نوضح بعض معالمه التي ارتأينا أنها في حاجة إلى توضيح. الملاحظة الأولى والمهمة والأساسية والتي قليل من القراء سينتبه إليها هي أن فتح الله العلو في هذا الكتاب كل فصل يفتتحه بحكمة من حكم كونفوشيوس الصيني، كونفوشيوس الحكيم، والمعروف هو أن الشرق ليس هو الغرب. برتنارد راسل كتب كتابه حكمة الغرب، ولكن لازلنا اليوم لم نجد من يكتب حكمة الشرق. نتكلم عن كونفوشيوس، نتكلم عن لاو تسو، نتكلم عن يعني زرادشت، نتكلم عن مجموعة من الحكماء المشرقيين بما فيهم الأنبياء، بمن فيهم الأنبياء، والأنبياء هم ينتمون إلى هذه البيئة، لأن موسى مشرقي وعيسى مشرقي، وقد أخذ من الشرق إلى الغرب وسلب من الشرق إلى الغرب. عيسى الذي كان مشرقيا أصبح اليوم عند الغرب نبيا غربيا، والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك هو من ينتمي إلى هذه البنية، بنية الحكمة المشرقية الوحي، ولكن ينتمي إلى هذه البنية. وكثير من الأحاديث النبوية تمتح من هذه الحكمة، الحكمة المشرقية. إذن تركيز فتح الله العلو على هذه النقطة كأنه يريد أن يقول لنا بأن الصين لم تفقد علاقتها بتراثها القديم، لم تفقد علاقتها بتراثها الإمبراطوري، لم تفقد علاقتها بأصولها. نعم تقدمت، انتجت نموذجا جديدا في الاشتراكية غير نموذج
الاتحاد السوفيتي، غير نموذج كوبا، غير نموذج كوريا الشمالية التي هي جارة لها، أنتجت نموذجا جديدا في الاشتراكية تسميه اشتراكية السوق، ولكن رغم ذلك فقد بقيت تحافظ على هذه الحكمة المشرقية. في فصل من فصول الكتاب هو الفصل الثامن المعنون بعنوان خصوصية العلاقات بين الصين وأفريقيا رهان القرن 21، إذن هناك علاقات بين الصين وإفريقيا، إذن كيف ستكون هذه العلاقة؟ هل هي علاقة هيمانية وعلاقة سيطرة وعلاقة نهب وسلب كما حدث في علاقة الغرب بهذه الدول الإفريقية؟ فتح الله العلو لا يميل إلى هذا الاتجاه، بل يقول بأن اشتراكية السوق علاقة رابح رابح ربما هي التي ستحكم العلاقة بين الصين والدول الإفريقية. ولذلك قدم فصله بحكمة لكونفوشيوس يقول فيها: يبقى دائما شيء من العطر في الأيدي التي تقدم الورود، يبقى دائما شيء من العطر في الأيدي التي تقدم الورود. يعني المنطق التعاوني يحكم علاقة الصين ببقية الدول ومنها دول القارة الإفريقية. كذلك من النقط المهمة والتي يجب الانتباه إليها في هذا الكتاب هو أن فتح الله العلو يعترف، يقول بأن ماو تسي تونغ حقيقة وحد الصين، قاد الثورة الشعبية التي انتقلت من نظام رقم واحد إلى نظام رقم اثنين، ولكن رغم ذلك على المستوى الاقتصادي كانت عنده مشاكل كثيرة جدا. هذه المشاكل لم يتم تجاوزها إلا بالتجاوز الثاني مع دينغ شياوبينغ. إذن في بعد منتصف السبعينيات أصبحنا نتكلم عن نموذج صيني جديد، وهنا أود أن أقف مع هذه النقطة. المسألة الأساسية التي ينبغي الانتباه إليها هو أنه حقا مع دينغ شياوبينغ وقع الانفتاح الصيني المعروف اقتصاديا على سوق الرأسمالية، ولكن فلنطرح سؤال مهما على الذين يتكلمون عن هذه الأطروحة، أطروحة أن الصين بدأت أو نهضت من انفتاحها. الصين نموذجها في الاقتصاد هو أن الاقتصاد يكون تحت يد الدولة، يعني هناك رأس مال ولكن رأس مال اشتراكي بين قوسين، يعني رأس مال تحكمه الدولة، رأس مال غير منفلت من يد الدولة. أنا أطرح السؤال: كيف يمكن أن نتكلم عن هذا النموذج الاقتصادي إن لم تكن دولة قائمة بذاتها وقوية؟ إذن نتكلم هنا عن الدولة كوسيلة من وسائل الإنتاج، لا نتكلم عن الدولة كمجرد توحيد سياسي فقط، لا، كوسيلة من وسائل الإنتاج. يعني الدولة تساهم في ضبط علاقات اجتماعية معينة وعلاقات إنتاجية معينة، يعني ضبط الإنتاج الرأسمالي. إذن نتكلم عن الدولة بمفهومها الاقتصادي هنا. إذن لم تكن للنهضة الصينية أن تتحقق كالنموذج الذي نراه اليوم إلا بذلك الضبط الذي أسسه ماو تسي تونغ. وعلى فكرة هذه التجربة ليست تجربة مرتبطة بالصين وحدها، هي تجربة فيتنام وهي تجربة الهند. في الحقيقة عندما يكون هناك نوع من الضبط القوي لاستتباب أمر الدولة ولتحكم الدولة في الشأن الاقتصادي وفي الشأن السياسي وفي الشأن الاجتماعي وفي الشأن الثقافي، تكون هناك تبعات اقتصادية، نوع من الفقر، نوع من الهشاشة. هذا عشت تجارب فيتنام وعشت تجربة كذلك الهند وعشت تجربة الصينية، ولكن بمجرد أن يقع الانفتاح يكون الانفتاح مضبوطا، يعني لا يقع المشكل المعروف الذي هو أن يصبح الرأسمال متحكما في الدولة. وفي الحقيقة هذا نقاش جديد في الصين اليوم، هذا نقاش جديد في الصين اليوم هو أن الصين عندها هاجس كيف يمكن أن تحكم رأسماليتها، كيف يمكن أن لا تنفلت رأسماليتها، مع العلم بأن الدولة أصبحت قوية مع ماو تسي تونغ، يعني الدولة هنا بمفهومها الاقتصادي. إذن هذه كذلك إشارة ينبغي الانتباه إليها. كيف نفسر نهضة الصين؟ كذلك مرتبطة بهذا السؤال، كيف سنفسر نهضة الصين؟ فتح الله العلو في هذا الكتاب يذكر مجموعة من التفسير. التفسير الأول يقول بأننا نتكلم عن نوع من الضبط، يعني الضبط هو الذي أدى إلى هذه النهضة وإلى هذه القوة الصينية، ويسميه فتح الله العلو بأن الصين، هذه النهضة الصينية، هي الحدث الأبرز في القرن، في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. الحدث الأبرز هو هذا اقتصاديا، هكذا يعرفه
الدكتور فتح الله والعلم. إذن هذا الحدث الاقتصادي كيف نفسره؟ يأتي فتح الله العلو بمجموعة من النظريات التفسيرية يتحدث عن التفسير بالضبط، يتحدث عن التفسير بالانفتاح، يتحدث عن التفسير بالتجارب الآسيوية، يتحدث عن التفسير التركيبي لكل هذه التفاسير. تفسير تركيبي يسميه واسم آخر، ولكن نحن نطلق عليه التفسير التركيبي. التفسير بالضبط يقول بأن قدرة الدولة على ضبط الاقتصاد هي التي أنتجت النموذج الصيني اللي كنشوفه اليوم، يعني النموذج الصيني المتقدم كما نراه اليوم. التفسير الثاني يقول بأن الانفتاح هو الذي أدى إلى النهضة الصينية. الحدث الصيني اللي هو الحدث التاريخي الأبرز اليوم الذي أدى إليه هو الانفتاح. التفسير الثالث يقول بأن وجود الصين ضمن تجارب آسيوية معروفة، وأولها تجربة اليابان التي بدأت الانفتاح بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تجربة النمور الأربعة، هونغ كونغ وسنغافورة وفيتنام وكوريا الجنوبية. إذن الصين تنتمي إلى هذا المجال الجيوسياسي الآسيوي. إذن هذا الصين رأت نماذج انفتحت فتقدمت فالتحقت بهذا، التحقت بهذا الركب. إذن هذا تفسير. ثم هناك التفسير، التفسير تركيبي، يعني يجمع هذه، يفسر بالتفسير الأول والثاني والثالث، يعني يقول بأنه لتفسير الظاهرة لابد من استحضار جميع التفسير. في الحقيقة هذا النوع من التفسير بالاستحضار في الحقيقة مفيد جدا، يجعل الإنسان ينفتح على يعني على جميع المدارس وعلى جميع الاختيارات التفسيرية، مهم من هذه الناحية. ولكن الأمر الذي يجب الانتباه إليه واللي هو مهم هو كيف سنرتب التفاسير، يعني كيف سنفسر المفسرات. هذه تفاسير متعددة، ولكن ما هو التفسير الذي يفسرها؟ في الحقيقة أنا أميل إلى تفسير سأطرحه بين أيدي المشاهدين الكرام الآن، هو المتعلق بأن هذه التفاسير كلها معتبرة، ولكن لا بد من تفسير جوهري. التفسير الجوهري هو سيطرة الدولة الصينية التي يقودها ماو تسي تونغ على البنيات الاجتماعية في الصين. هذه السيطرة هي التي أعطت تحول منضبط. إذن هو ربما تفسير أقرب إلى التفسير الأول. وهذا يعني التطور المنضبط هو الذي أدى إلى الانفتاح المنضبط، لأنه الانفتاح ليس مسألة يعني فيها مشكل إلا في حالة واحدة، إذا أصبح الانفتاح فوق الدولة. أما أن يكون الانفتاح مضبوطا بقواعد الدولة فهو انفتاح منضبط. إذن لازم نتكلم عن نفس المرجعية التفسيرية اللي هي الضبط، اللي هي الدولة تتحكم في بنية الإنتاج، الدولة تتحكم في التطور الاجتماعي الصيني. هذه كانت بعض المعالم المتعلقة بتعليقنا على هذا الكتاب الذي نراه مهما جدا. وفي الحقيقة فتح الله العلو يعترف بأهمية ماو تسي تونغ، والنقاش موجه إلى كثيرين لا يعترفون بهذه الأهمية، لأن هذا التفسير يسمى بالتفسير الاقتصادوي، يعني لا يعترف بالجوانب السياسية والثقافية، لا ينتمي إليه فتح الله العلو في الحقيقة، لأنه يعترف بأهمية ماو تسي تونغ في التوحيد السياسي وكذا، ولكن هنالك مدارس أخرى اقتصادوية في التفكير، وعليها كان الرد السالف الذكر قبل قليل. إذن ننتقل إلى الفقرة الثالثة المتعلقة بهذا الكتاب، نحن نوصل الجواب على التجاوز الثاني، وهي المرتبطة بأفاقه. أفاق هذا الكتاب كثيرة جدا. في الحقيقة ليس فتح الله العلو هو الكاتب الوحيد الذي تحدث عن التجربة الصينية وعن علاقة المغرب بالصين، وهناك كتابات أخرى، مثلا كتاب للدكتور ناصر بوشيبة الذي درس في الصين وتخرج منها وهو مغربي الأصل، اللي هو تاريخ العلاقات المغربية الصينية 1958-2018، هذا كتاب مهم جدا لكاتب مغربي. ثم كذلك هناك كتاب آخر للطيب بياض، اللي هو اكتشاف الصين، رحلة أكاديمي مغربي إلى أرض التنين، يرصد كذلك مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق بالتجربة الصينية.
في الحقيقة هناك مثلا كتاب آخر وهو على شكل توثيق لفريق أو لمجموعة من البرلمانيين المنتمين إلى حزب سياسي مغربي ذهبوا إلى الصين في زيارة خاصة ودونوا ما وجدوه في الصين ويعني واتقوا لزيارتهم في الصين. هذه يعني كتب متعددة في الحقيقة معدودة على رؤوس الأصابع ليست كثيرة، ناقشت التجربة الصينية وعلاقة المغرب بالصين. ولكن هذا الكتاب الذي بين أيدينا اللي هو كتاب الدكتور الأستاذ فتح الله العلو يستمد أهميته من الحقل الذي يعني يعتمد عليه الأستاذ فتح الله العلو في التحليل، هو حقل الاقتصاد السياسي. وهذا توجهه لأنه كتب أصلا عنده أطروحة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي في مجلدين نشرات، عنده نحن والعولمة، يعني عنده كتابات نحن والنظام الاقتصادي العالمي، يعني عنده نحن والأزمة الاقتصادية العالمية، عنده كتابات مرتبطة بهذا الموضوع، موضوع الاقتصاد السياسي يكتب فيه. إذن حاول أن يرصد علاقة الاقتصادي والسياسي في التجربة الصينية وفي علاقة هذه التجربة الصينية بباقي التجارب من أهمية التجربة المغربية أو من بينها التجربة المغربية التي ركز عليها الأستاذ فتح الله العلو في آخر الكتاب. السؤال المطروح الآن هو هل لهذا الكتاب من راهنية، وهل لهذا الكتاب من أهمية، وهل لهذا الكتاب من يعني من حاجة إليه في المستقبل؟ في الحقيقة هذا الكتاب يحتاج إلى كتب أخرى. لماذا؟ لأننا في العالم مقبلون على أحد هذه النماذج الثلاثة، إما تعددية قطبية فيها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأقطاب أخرى، هذه الوضعية رقم واحد. الوضعية رقم اثنين هي أن نكون في إطار ثنائية قطبية بين الصين من جهة ومعها روسيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية، يعني كأننا نعيد واقع ما بعد الحرب العالمية الثانية اللي كان فيه يعني التناقض العالمي والثنائية القطبية العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين الاتحاد السوفيتي من جهة ثانية. هذا النموذج الثاني. والنموذج الثالث هو أن تكون عندنا أحادية قطبية صينية قد تتحقق على المدى البعيد. إذن الملاحظ هو أن الصين حاضرة في التعددية القطبية، حاضرة في الثنائية القطبية، وقد تكون حاضرة في الأحادية القطبية على المدى البعيد إذا تحققت هذه الأحادية القطبية. إذن الصين موجودة دائما. إذن العلاقة بالصين هي علاقة ضرورية. لذلك الدولة المغربية هي يعني أول دولة اعترفت بسيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية كدولة. الدولة المغربية هي الأولى. الصين كذلك، الدولة المغربية كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال الصين وبدولة الصين وبهذه الدولة الحديثة. لماذا؟ لأن المغرب دائما يراهن على مختلف القوى، لا يعني لا ينحاز إلى قوة بعينها على حساب القوى الأخرى أو على حساب القوى الأخرى. المغرب يراهن على مختلف القوى الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي. إذن معرفة التجربة الصينية مهمة لإفادة من التجربة الصينية. شفنا تجربة مكة وتجربة هونغ كونغ، هي تجربة شبيهة بالحكم الذاتي، يعني لأن الصين تعتمد على نظام سياسي واحد ولكن نظامان اقتصاديان، تعدد الأنظمة الاقتصادية ولكن نظام سياسي واحد، هذا حكم ذاتي. يعني هذا الإقليم هونغ كونغ أو كذا يدبر أموره الاقتصادية يعني كما يشاء، ولكن على المستوى السياسي خاضع للسيادة الصينية. كذلك ليس في قضية الصحراء المغربية وحدها فقط، وإنما كذلك في قضية سبتة أومليلية مثلا. إذا خرج الإسبان في المستقبل مثلا من سبتة أومليلية يمكن أن يعتمد دون إضاعة أو دون يعني حرمان الإسبانيين أو الإسبان من مصالحه في سبتة أومليلية، يحافظ على تلك المصالح ولكن السيادة تكون للمغرب على سبتة أومليلية والجزر المعروفة والتي هي مغربية كذلك كما هي سبتة أومليلية. إذن ممكن الإفادة من هذه التجربة. هذه التجربة في العلاقة بها قد لا تكون
مثل العلاقة التي ربطت المغرب بالدول الغربية، لأن يعني الدول الغربية دائما عندها علاقة سيطرة، ليست علاقة هيمنة اقتصادية فقط، وإنما علاقة سيطرة، يعني رابح خاسر. يعني أنت في المبادرات التجارية مثلا، في العملة مثلا، في التكنولوجيا مثلا، في نقل الخبرة مثلا، أنت مطالب بتقسيم دولي رأس مالي للعمل على طريقة معينة، فيه أنت الخاسر والآخر الرابح. ربما نحن لا ننحاز إلى التجربة الصينية، ولكن انطلاقا من التحليل ربما قد يكون في التجربة الصينية بعض المعالم الأخرى التي هي غير موجودة في النموذج الغربي، لأن الآن نتحدث عن اشتراكية السوق اللي فيها رابح رابح، يعني كما تربح الصين من العلاقة يربح الطرف الآخر. ولذلك مجموعة من الدول الإفريقية اليوم تفضل التعاقد مع الصين في استثمارات معينة ولا تفضل التعاقد مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن دراسة التجربة الصينية، أرى بأن هذا الكتاب وكتب أخرى هي مقدمات لهذه الدراسة، ولكن لازلنا في حاجة إلى دراسة التجربة الصينية بشكل دقيق. مثلا بين النماذج المهمة كذلك في هذه التجربة الصينية مسألة الديمقراطية. الصين اليوم تقول لكل دولة ديمقراطيتها الخاصة، لا يمكن للغرب ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخوض أن تفرض نموذجها في الديمقراطية، لكل تجربة نموذجها في الديمقراطية. ولذلك الصين مثلا عندها كتاب أبيض عن الديمقراطية في التجربة الصينية، عن تصورها للديمقراطية، وتدافع عن كل الدول، تقول بأنه لا يجوز التدخل في سيادات الدول تحت قناع الديمقراطية وحقوق الإنسان على الطريقة الغربية. المغرب كذلك يطالب بهذا الأمر، المغرب مستهدف فيه كما هي باقي دول الجنوب، مستهدف بنموذج ديمقراطي ليس هو الديمقراطية في خصوصيتها المغربية. الدولة المغربية لها خصوصية كما للصين خصوصية، إذن الديمقراطية خاضعة في التجربة المغربية كما في التجربة الصينية لهذه الخصوصية. إذن هناك جوانب متعددة. العلاقة بالثقافة مثلا، المغرب لا يريد أن يحسم الفصل في علاقته بتراثه القديم. نحن دولة عندنا خصوصية دينية إسلامية، عندنا إسلام مغربي، فيه مجموعة من العناصر المركبة لهذا النموذج. إذن المغرب ليس في مصلحته ولا يريد أن يفصل علاقته بهذا النموذج الثقافي التراثي القديم. كذلك الصين عندها نموذج، مثلا الصين اليوم ربما تعود إلى كونفوشيوس الحكيم أكثر مما تعود إلى ماو تسي تونغ. اليوم نتكلم اليوم، يعني مجموعة من الخبراء نستمع إليهم يتكلمون عن كونفوشيوس الحكيم وعن تجربة كونفوشيوس وعن حكمة كونفوشيوس وعن أفكار كونفوشيوس وفلسفة كونفوشيوس. بل إن دور نشر معروفة على المستوى العالمي صينية، مثلا بيت الحكمة الصيني ينشر كتب الحكمة الكونفوشيوسية أكثر مما ينشر مثلا كتب ماو تسي تونغ. تجد عنده كتب عديدة تنشر لماو تسي تونغ، وكتاب واحد لكونفوشيوس الحكيم، وكتاب واحد لماو تسي تونغ. إذن هي الصين تربط علاقتها بتراثها القديم كما هو المغرب، ولكن وفق التطور ووفق مواكبة واقع الحداثة، ليس بشكل استصنامي متكلس متحجر، ولكن بما يمنح للدين وللتوجهات الثقافية التقليدية حيوية وتحولا إيجابيا في الحياة، بما يضمن بقاء التراث وبما يضمن مواكبة واقع الحداثة. إذن هنالك مجالات عديدة يمكن أن يعود فيها القارئ والمهتم والباحث إلى التجربة الصينية. وهذا كتاب افتتحنا به هذا البرنامج، ونرجو أن يكون ذلك عند حسن ظن المتابعين، ونضرب لهم موعدا مع حلقة جديدة في كتاب آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.